حيكون عبر شاشة التلفزيون اللبناني, ورح يكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكون الهنا. أهلا وسهلا فيك أم سيرين. أهلا وسهلا فيك شايف. الحمد لله. أنا وأم سيرين اليوم رح نساوي بطاطا سوفليه مع الصوص. كتير ناس بتساوي البطاطا سوفليه بس ما بيعملوا لها صوص, مشان هيك ما بتطلع كتير طيبة, ولكن فين يعملوا معها سلطة ملفوف. نعم, وسلطة الملفوف معها بتطلع طيبة, ساعتها ما عادش بيستعملوا صوص. صحيح, بس أنا بفضل بحب الصوص. هيك بكون الصوص منه وفيها. هلا لا يقولوا ما عندنا ملفوف, عندنا ملفوف يا فرجيهم. عندنا كل شيء بالتلفزيون لبنان لكن لا ملفوف حلوة, بس انه اليوم مع الصوص مين ما كان بيعرف يعمل سلطة ملفوف. نعم, بس الصوص مش مين ما كان بيعرف. اكيد دائما بنعلمهم الاصعب منشان هن يلاقوا النتيجة مزبوطة. نعم, قبل ما نبلش بكل شيء بنعذبك, حطينا هالبطاطا بالمي. نعم, ليستووا. كيف بنساوي البطاطا سوفلي؟ قبل ما نبلش بشرح البطاطا سوفلي بنشكر شركة تيفال يلي مقدمتنا الأواعي والتناجر والصواني يلي هن كتير مهمين وممتازين, لحتى تناجر ستانلس من تيفال يلي عم نشتغل فيها. كمان بنشكر عبد الطحان على المواد, على المعدات يلي بعت لنا إياها, الميكروويف, الفرن ذاك ملا فرن حديث, كمان مكنة خفق بدنا نساوي بيش بكرة. طبعا بدنا نخفو. طبعا وهي كمان رح يتغير. اكيد, بس ساعة بيجي طلع شوي زايد كبير عبد الطحان, كبير بحبوا الكبر. طبعا منحن منشان ما نقص منه, هني رح يصغرون لنا منه شوي ويجيبوا. اصبح كل شخص بيساعد تلفزيون لبنان ما بننسى السفارة التركية. نعم, يلي هي كمان ساعدتنا وعملت لنا المطبخ الحلو والمدخل للتلفزيون للمطبخ. نعم, لا في ناس خمنوا انه بس المطبخ, شو حقه المطبخ؟ صحيح, حقه 6000 دولار ماشي. لا, حاطين فوق 40000 دولار مدخل كله الاتصال من اول تلفزيون. طبعا لتفوتي عملت على مطبخ شيف انطوان كله تزبط وبوجودك بيحلق اكيد. تستر. اصبح اول شيء البطاطا السوفليه بدنا نسلق البطاطا. البطاطا بتنسلق بقشره على النار لتستوي, منشيلها منقشرها منطحنها بنرجع منضيف عليها شرحة زبدة, ما منكتر كتير زبدة لأنه الزبدة بتنصح كتير والزيت بنصح. بنحط معها ملح وبهار أبيض, ندعكها مزبوط مع بعضها. بنجيب أي جاط أو صينية بنقدم فيها البطاطا سوفليه, بنمد البطاطا بالكعب. بدنا نعمل قلية. القلية مؤلفة من شرحة زبدة على النار, بصلة ناعمة, نرجع منضيف عليها لحمة مفرومة خشن, منقلبهم مع بعضهم. صنوبر أسفي. نعم, بده صنوبر بحط أو إذا متوفر. إذا متوفر ملح وبهار, فينا نحط بهار أسود وفينا نحط بهار أبيض. منشيلها الطبقة الأولانية تبع البطاطا يلي حطينا عليها أول طبقة, بنحط الحشوة فوق منها. نرجع نص البطاطا اللي بعدها عنا, نغط إيدنا بالماء, منقرصها, منحطها فوق منها, منملسها. هلأ على الوش فينا نضيف كعك, فينا نضيف جبنة. نعم, كل زوايد بس مش هاي وهاي. نعم, يا هاي واحدة منهم, يا هاي يا كعك أو جبنة. أنا حاطت برسات كعك. نعم, ويا هستعملهم جبنة فينا أرنولة. يا هاي أو هاي. هلأ الصوص شو بدنا؟ مشان الصوص بدي شرحة زبدة, بصل ناعم وحدة صغيرة, جزرتين, طلع كرات. نعم, رصين بندورة, صلصة بندورة, كلهم سوا مقليين على النار. بينخفقوا مع بيستووا مع بعضهم مع قليل من المي. نرجع نطحنهم على الآلة الكهربائية, ملح بهار أبيض, ومنقدمهم معه. نعم, رح نبلش بالأول بالفرن. هلا لتكون طلعت البطاطا رح نبلش نغلي بالصوص. هيدي الطنجرة رح نستعمل فيها الصوص. بيجي بقطع بهالشكل, عجبتنا هيدي ونحط دغري فيها هيدي. هلا
هاللحام صاحبك ما رضى غير طازه تجيب لك ابدا هلا وصل لي اياها دايركت وبناخذ اتصال الو الو بونجور سيت انطوان بونجوراني اهلا وسهلا فيكي بنعاد عليك يا رب الصحه تسلمي وعليك هالشهر شهر اعياد ينعاد على الجميع بالصحه والعافيه الجميع يا رب هدفت البال تسلمي عيوني سيت انطوان بدي اسالك عندي جاني كادو افوكا بعد يعني قطفين وجايدين وكثير عجر نعم كيف فيني احفظهم يعني تقريبا لغايه لنقول للميلاد وراس السنه ما ينتزعوا بكل سهولة حطيهم على شيء مهوى يعني مش جوا جوات البيت إذا عندك بلكون ما بتضرب الشمس إيه مزبوط وحطيهم على شو جات أو صدر أو كرتونة صغيرة يضربون الهواء بيهدوا لعندك لعيد الميلاد ورأس السنة بكل سهولة طيب أنا ممنونتك وقت اللي بدك تستويهم قبل جمعة نعم بتجيبي موزة إيه أو قشرة موزة أوكي تفاحة نعم أو حطيها بكيس ورق نعم حطي معك محبة أفوكا بدك اياهم يستووا سكري الكيس نعم ساعتها بيستووا خلال 4-5 أيام شو قلت لي بسكر الكيس؟ لا 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 مثل ما هو سكري بس أوكي يعطيك ألف عافية الله يعافيك تكرم عيوني بغطيهم هن وبالبلكون بحط عليهم شقفة؟ أنا ما قلت لي بغطيهم شو بتركهم هيك بالهواء؟ أبدا طيب إذا غطيتيهم بصيروا بدهم يستووا أوكي لكن حيسألك سؤال أنا نعم إذا واحد هيك تعبان شوي نعم بيقعد إذا جاب الحرام وغطى حيله بيغفى مظبوط ما هيك إذا غطيتيهم بيستووا مظبوط أوكي طيب بنونتك بدنا هوا عليل عليهم هوا عليل صحيح تكرمي ميرسي عليك وينعاد عليكي بالصحة والعافية ميرسي تكرمي عيوني يلا هون شقفة زبدة جيبي ملعقة خشب كرات الكرات للصوص كتير بيعطيها طعم طيبة شو مجهز على نوار يا شيف؟ عطول جاهزين شو بدا الناس بخطرها؟ عطول جاهزين يلا يا حنجيب طنجرة تاني ومناخد اتصال جديد الو بونجور شيف انطوان بونجورين يعطيكم العافية لك الله يعافيك يا اهلا وسهلا فيك يا عيوني ميرسي بدي اسألك سؤال محيرني كنت اعمل لسكوب نعم لحظة 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 لانه محيرك جيب دغري ايه شو هو؟ كنت اعمل الاسبوع نعم يطلع معي بجنه هلا عم بعمله ما عم بيعلى ما عم بيطلع منيح ما بعرف ليش قد ايه علبه البيكنج باودر صار عندي؟ عم جيب من البيكنج باودر الفلد ايه خلص ما عادش تجيبي فلد من البيكنج باودر لكن قد ايه عم تحطي للصينيه قطره شو 26 سنتي؟ يعني الصينية العادية الكبيرة شوي عم بحط لها عم حطيت أربعة طحين وحطيت لهم أربعة بيكنج باودر خلص هي ما عادش تشتري منها هيدي أوكي جيبي علبة بيكنج باودر تكون مزبوطة ملعقتين صغار بكفوكي ميرسي بيان ميرسي تكرمي عيوني تكرمي ميرسي شيف أنطوان أهلا وسهلا فيكي تكرمي يعطيك العافية الله يعافيكي هلا مش معناتها انه الفلت مش منيح في فلت منيح وفي فلت مش منيح بس بمجرد هي سالتني هالسؤال نعم. انا فهمت انه في شيء يقلي بالبيكنج باودر لانه مش عم تطلع ابدا وكانت تطلع قبل يعني كنوعيتها ايه لانه ما يعني مش انه ما بتعرف تساوي صفوف كانت تساوي صفوف ويزبطوا معها هلا مش عم يزبطوا اصبح هي عم تشتغل بالمقادير المضبوطة تقريبا ولكن بيكون باودر النوعية لا هلا وقت بيكون فالت ما بنعرف قديش صار له صح يمكن سنتين يمكن خمسة يمكن ما عشرة ما في عليه تاريخ صلاحية ما في شيء صح وبيكون مهوى كل شيء وقت بيكون مهوى اوقات غير الخضرة نعم بيتعرض للأكسدة أكثر منشان هيك بيكون معرض للأكسدة ومنزوع
بيفرط ما بيعطي نتيجة. نعم يلا حطي المقلاية هالكرات فق منهم نفرم الجزر نخفف النار نخفف النار شوي ومناخد اتصال جديد. الو يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا فيك حبيبي. كيفك شيف فلطمان؟ كيف صحتك؟ كتر خير. الله انت كيفك؟ الله يخليك. منور منور. تسلم. عيونك منور ان شاء الله. عيونك الحلوين حبيبي. الله يطول عمرك. بدي اسالك على عجينه كريب كيف بيسووها؟ 3 كبايات طحين. نعم. بتحط معهم 4 ملاعق حليب بودره. انت بتستعمل حليب بودره او حليب سايل؟ انا حليب بودره. 4 ملاعق كبار حليب بودره. نعم. ملعقه شوربه سكر. نعم. نص ملعقه صغيره ملح. نعم. 3 بيضات. شوية فانيليا. أيوة. شوية برش حامض. شوية برش جوزة الطيب. صحيح. تخلطهم كلهم مع بعضهم مع 6 كبايات ماء. أيوة. بنفس كباية الطحين الزنت فيها كيلت فيها. ترجع بتضيف عليهم 2 ملعقة زيت نباتي. صفيهم بمصفاية تركهم يرتاحوا 10 دقايق ربع ساعة وبلش يشتغل فيهم. نعم. تكرم عيونك حبيبي. الله يطول عمرك يا رب. يخلينا اياك. بخاطر عيونك. الله يخليك. بخاطرك. هلا ليك اذا اول مرة عم تساوي كريب بجوز. أيوة. منك مأكد قديش بدنا ننزل الكمية. شو بتعمل؟ هلا المرة بدها تساويها. ما لا لا بدنا نعلمك انت تقلها للمرة كمان. ايوه ايوه. تتقاتلوا ببعضكم هلا. صحيح. بتحط المقلية على النار بتخليها تحمى. إذا هي تفال أو تفلون ما بتحط معها شيء. إذا هي ستانلس أو حديد أسود أو حديد مزيبة بتلمعها بالزيت. بتحطها على النار بتخليها تحمى. بس تحط عليها عجينة الكريب. تعمل لها هيك. بتدورها. والباقي بتنزلهم ترجع على عجينة. بهالعملية ما بتطلع معك سميكي ومرة على مرة بتصير تعرف المدام قديش لازم تحط على المقلاية من عجينة الكريم. تكرم حبيبي. الله يخلينا اياك. الله يخلينا اياك. خاطرك. شو بدنا نحط بالمقلاية شاف؟ طفيها شوي. رجعت طفيها. خليت الجزر بقشره احلى بغذي اكثر. صح. بس مغسلين وكل شيء مزبوط. حركي منيح من معروف. جاي دور النار. شو
ناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجورين، كيفك كيف انطوان؟ منيح كتر خير الله، انت كيفي؟ بشكر الله على يعطيك العافيه. تسلمي عيوني. حبيبي شيف انطوان، بدي اسالك، عم بعمل نموره. نعم. اذا بدي احط القطر حطه سخن يا اما فاتير او بارد؟ القطر سخن والنموره سخنه. ميرسي، طول عمرك. تكرم عيوني. تكرم عيوني. هذا اللي معك. ميرسي. بخاطرك. بصل منقليه مع شوية زبدة، ريحة الزبدة بالأكل بتعطي نكهة كثير حلوة، بتعطي طعمة طيبة. بناخد اتصال جديد. ألو ألو بونجور بربارة، مباركة يا شيف أنطوان. ميرسي علينا وعليكي بربارة. جبت شفتي ولادك ولاد ولادك كمان بيقلوا البارة؟ ايه شو لكانوا سهري كمان. كانوا لابسين حلو؟ ايه. شو عملتي لهم حلو للبربارة؟ خبريني. أنا هني عملوا لي. برافو. أنا خلص خطيار. هذا الوفا، لازم هني يعملوا ويجيبوا. إيه. يلا شو بتحبي تسعري كل بربارة وأنت بخير وتضلك بصحتي ويضلوا يجوا لعندك ولادك وأحفادك وتبربروا سوا. المهم خليك بصحتك. تسلمي عيوني، تسلمي. نشوفك دايما على التلفزيون. شكرا يا انطوانيت، شكرا. باي يا حبيبي. ميرسي لإليك، تسلمي. البندورة بنقطعها بس بنشيل منها الراس. ما في داعي نشال القشر. لشو؟ جايب لي بصلات حادين اليوم مشان حرحرك عيوني. انتبهت، حرقتهم وخلصت. هيدي القشر وكذا هودي بدع. نعم، اي ما بتآمن فيهم. أنا مش بآمن فيهم. نعم. وبعدين ليش بيعملوه؟ اليوم أنت وقت بتروحي على أوتيل تنزلي. نعم. بتدفعي بالليلة 400 500 دولار مع الأكل. بيجيبوا لك بندورة معشرة، بدي يعتنوا فيكي. طبعا. ليحسسوا إنه ليش دفعت أنت أو دفعت 400 500 دولار؟ نعم. بتتغنشي. بس هو كمان. بيأشروها. بس هو غذائيا هيك أحلى. نعم. شو بدنا فينا؟ موصفيني بالبصلات منيح اليوم، منيح منيح. ناخد اتصال جديد. الو بونجور شيف. بونجورين، كيفك شيف؟ كتر خير الله، يعطيك العافيه. تسلمي كلك ذوق. وعينين امسلين يا عمي. كل شيء ولا امسلين؟ ايه شيف انطوان ينتقم مني اليوم. ليكي قالوا من سواك لنفسك ما ظلمك. ما انا مثلك كمان، هالبصل طلع حر. هو بتعرفي ليه؟ لأنه البصل غالي، كيلو 70,000. بدي يحسسني بحقهم. ايه. يلا عيوني. تسلمي. مين معي؟ ام شادي. ام شادي، اهلا وسهلا فيك ام شادي. شايف ولو بدي رشات السنيورة بتعمل معلوم؟ السنيورة، تكرمي. رح ضل نصرتك، أنا معك على الخط. تكرمي عيوني، بخاطري. 300 جرام طحين. 300 جرام طحين. 225 جرام سمنه. ما بتزبط. بدها سمنه. ما بتزبط. ما بتزبط مزبوط الا اذا كانت نوعيه الزبده منيحه منيحه. احسن نوعيه هي المعروفه اكثر شيء. يلا اوكي ما تسمي، ماشي الحال. ايه تندعك منيح منيح مع بعضهم. ايه لتصير مثل معجون الحلاقه. ايه
بيحلق جوزك بعده بالبيت؟ ايه كيف بيحلق هالرغوة؟ هاي مثلها بتصير. اوكي. بتضيفي عليهم شوية فانيليا. ايه. نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر. ايه. وسكر بتضيفي عليهم تقريبا ثلاث ارباع الكبة. ايه سكر بودرة؟ نعم. بودرة؟ بودرة نعم. ايه. تكرم عيونك. ولك يسلموا هالايدين. بخاطر عيونك، بدهم خبز على نار قوية. اه. اوكي. تكرمي. يلا اعطينا هاللوز. يلا. بخاطرك. لوز او صنوبر. في شي زيادات شايف فينا نزيدها على هيدي الأكلة؟ يعني خضرة شي معين بعد؟ هلا فينا البنية. نعم. بس ما بنسميها بطاطا سوفليه. إذا بطاطا سوفليه علميا. نعم. هيك بدها تكون. هلا فيكي ضيفي عندك بالحشوة. نعم. فيك تضيفي فطر. فيك تضيفي ذرة. بس هيدي أصول. أصولا هيك. نعم. بس حبيت طريقة البندورة هيك خلص بتدوب ما في داعي نقطعها. بلا افرمها. ايه بس حتى ما في داعي بدي احطها وافرمها تتقطع. ايه ممنوع الهريبة. يلا حطي شوية ملح معها. ناخذ اتصال. الو بونجور شيف انطوان، يعطيك العافيه. نوراني اهلا وسهلا فيك عيوني. شيف انطوان هيك مره تلفنت لك طلبت منك روسيت للكعك بالقمحه الكامله. الكعك بالقمحه الكامله؟ ايه اعطيتني الروسيت عملتها بس طلعت صار يطلع بيطلعوا سميك ومن جوا بيفتحوا مثل كانهم خبز، مثل كانهم رغيف الخبز. انت طالبه شو كنتي، كعك او خبز؟ لا انا طالبه كعك بالقمحه الكامله. اوكي وعطيتني الروسات. طيب هلا هالروسات هي قدامك؟ ايه. قولي لي اياها شو. كيلو طحين. نعم. نص كيلو زيت. نص كيلو زيت؟ ايه نص كبايه زيت تركم. ايه انا خمنت حالي ضايع صرت. لا لا نص كبايه زيت. مزبوط. ثلاث معالي كبار خميره. لا في غلط. ملعقتين كبار سكر. ملعقتين كبار سكر مزبوط. نص ملعقة قهوة بيكنج باودر. مزبوط. وملعقة ونص شمر. شمر ناعم نعم. بس الخميرة بديك ثلاث ملاعق صغار مش كبار. اوكي. اوكي بس عم تحطهم عم بقطعهم هيك مثل البوتي فور وبحطهم بالفرن عم يفتح قلبهم. عم يفتح قلبهم عوّت الخميرة. آه. الخميرة بتفتحهم بتقلهم وعوه طلع الضوء. اوكي هلا عملية بتزبط معي. ذكر اوكي يلا تكرم عيونك. عيونك ماشي بخاطرك اهلا وسهلا. ماشي باي باي. حط فيها باي باي. حط فيها عشرة معدومة. يلا حطي لهم ماي. هذا نص كباية بزيادة. نتركهم ليعقدوا. نتركهم ليعقدوا. نستوي شوي. نزيد الصلصة شوي. حط الصلصة معهم. عندين لك هيدا الجارور قياس رجالي شاف كمية كلها؟ نعم إذا بيكون لونها أحمر. نعم. في داعي نزيد لها بابريكا ولا لا؟ ما بدها ما بفوت لي غير شيء. نعم بتصير ما بتفوت على المستشفى بس غير أكلات. بدنا نضل محافظين على اسم الأكلة. ناخذ اتصال جديد. ألو بونجور سيف أنطوان. بونجوريني أهلا وسهلا فيك يا عيوني. كيفك؟ كتر خير الله. مين معي؟ معك مهام الأنفي. يا أهلا وسهلا فيك مدام عزي، كيف أحوالك؟ نشكر الله. خبريني كيف كان هالبربارة؟ إجوا ولادك أحفادك لعندك؟
والله هلا القطايف بشهوا بيسلموا هالديات. صحة وهنا صحة عيوني. بشهي ولا أطيب. تسلمي هيني معزتك وعيونك الحلوين. تسلم. إذا بتريد طلبت منك البريوش بالزيت. ما قلت اللي عليه. بريوش بالزيت أو بالزبيب؟ بالزبيب. بالزبيب. تكرمي. يلا. مول معروف. تكرم عيونك. عم بسمعه. نص كيلو طحين. أوكي. كباية، ثلاث ارباع كباية السكر. أوكي. بيضة وحدة. أوكي. فانيليا شوي صغيرة. أوكي. برج جوز الطيب شوي صغيرة. أوكي. زبدة إما 40 جرام أو زيت فنجان قهوة. أوكي. خميرة البيرة ملعقة صغيرة. أوكي. بيكون باودر ملعقة صغيرة ونص. أوكي. تخلطيهم كل النواشف بالأول مع بعضها. حلو. أوكي أوكي. كل النواشف مع بعضها. هلا في ناس تعمل بريوش على حليب، ساعتها بتحطي معها ملعقتين حليب بودرة. في ناس بريوش عادي. هلا بتجيبي الزبيب. ايه. هالزبيب تنقعيه بالماء. قد ايه؟ نص ساعة، ساعة ما بيأثر. اوكي. بترجعي بتشيليه من الماء، حطيه بمصفاية. أوكي. حطيه بكيس نايلون ومرقي عليه قنيني هيك او شوبك او دقيه شوي. ايه بنرده. ايه رجعي حطي معهم ملعقة وحدة طحين، اخلطيهم معهم ورجعي حطيهم فوق المزيج منشان ما يزحطوا. اوكي. حطيهم مع المزيج، ريحي العجينة نص ساعة. اوكي. اعمليها بشكل البريوش، لف حبل طويل لفيه بهالشكل او بتعمليه بشكل مجدل. اوكي. حطيه على صينية او ورقة زبدة، اذا صينية ملمعة بالزيت. اوكي. بدك تريحيه ساعة، بده يرتاح ساعة. أوكي. وتغطيه بفوطة او بورقة نايلون، تدهني وجهه بالحليب او بيضة مع الحليب مخفوقة. اوكي. بتدخليه على الفرن، بده 22 دقيقة بتشيليه، بس يطلع من الفرن بترش عليه شوية سكر وبتقدميه. تكرم عيوني. ميرسي كل ذاك. بخاطر عيوني. الله يخليك بصحتك وتعطينا وصفات طيبة. تسلمي عيوني. تسلمي. كلك زاو وضلك بصحتي. باي. وتضلك باي وتضلك تعملي لهم بريوش. ونضيف اللحمة. هاي اللحمة بس تكون مفرومة وجهين هيك بتعذب شوي. وجه واحد ما بتعمل هيك. طبيعي. هيك بتشد على بعضها، بتاخذ بعضها أكثر. صح. نشوف البطاطا إذا استويت. مدة شوية. في عالم بتقطعها وبتحطها بتصير تعبي كلها مي. ايه تعبي كلها مي. انا بحبها. غير طعمها. صح. هلا في ناس للبطاطا بحطوا لها حليب. نعم. غلط. بس برجع بقول بتطلع طيبة، بس اصولا لا غلط، بس بدها زبدة معها. نعم. ملح وبهار ابيض. صرنا غير شيء كليا، صرنا حتى لحليب وطحين. وبناخذ اتصال جديد. الو. الو، كيفك شيف انطوان؟ منيح كتر خير الله. مين معي؟ مبروك على المطبخ الحلو كثير. تسلمي. كلك ذوق كلك ذوق كثير كثير حلو.
ليك بدي اسالك سؤالين ستي ما بتعرف تجاوبني عليهم. يلا بخاطر عيوني. بدي اسالك اول سؤال، نحن بنعمل القطايف على عيد البربارق. نعم. فيك تسال، فيك تقول لي شو الرسالة تبع القصه؟ العشطة. اوكي، في 12 نوع عشطة، اشرح لك ثلاثة تكرمي، هي اول وحدة. السؤال الثاني شو بيقول؟ الو، ايه عم بسمعك، انا عم بسمعك، عم بأيد عندك. كيف بتعملها؟ نص كيلو نص لتر حليب، ايه، ملعقتين ونص طحين فرخة، اوكي، ملعقتين ونص نشاء الذرة كله كبير، ملعقة شوربة، اوكي، سكر ثلاث ملاعق، اوكي، بتحطين على النار بتحركيهم مع بعضهم يبلشوا يشدوا، اوكي، بتحطي ملعقة صغيرة مظاهر، ملعقتين كبار موارد، شيليون، وهيدي طريقة من القشطة. عدة طرق فيك تحطي معهم، شرحة زبدة صغيرة قد هاي، شرحة زبدة، اوكي. وفي مع خبز فرنجي، في مع كريمة، في كتير للقشطة، بس هاي بتطلع كتير طيبة للقطايف. طيب طيب، كل بربارة وانت بخير. لا لا ميرسي وانت بخير. بدي اسألك كم، يلا يلا ناطر انا يا اختي، انا مكتف هونيك. مري قولي لي شو بدي. بالنسبة للثوم بس نحن نطبخه بصير لونه اخضر، ليه؟ مش كل الأوقات، بس هلا بالفترة من هلا أو بعد شوي، يبلش من شهر كانون الثاني لشهر أي نيسان، هيدي الفترة بيكون الثوم عم ببلش يحس حاله إنه بده يطلع بالطبيعة، يعني إجا الربيع. نعم. بده يبلش يفرخ، تعطي المادة الخضار يلي بنشوفه بس يطلع على الهواء الصلاة، بتصير موجودة بقلبه. نعم. بس نطبخه بتتحول للون اخضر. صحيح. بس ما بيضر وما في اي مشكله عليه. اوكي. تكرمي، اهلا وسهلا فيكي. وفي اوقات بيطلع بهالترم ليه؟ بيكون جاي الثوم بالبواخر عن طريق الصين. نعم. اوقات على البحر وبيضلوا وقت طويل مستورد، كمان بيحس حاله انه رطوبه وشتي ساقعه، بتأثر عليه، بيصل لعنا هون بيلاقي الجو حلو عندنا، بقول لك بدي اقطع على الطبيعة. لبنان. لبنان بيجي ليطلع بيكون الواحد جابه قشره قتله، بطل فيه، بده يقلي بيطلع اخضر، هيدي هي اللعبة، بيخضر بيخضر، هيدي هي العملية. يلا نتفز غير خمس دقايق بيمشي حلو. نزل لك بهارات الشيخ، الصلصة ملح وبهار حطيتي هون؟ حطيت بهار، ملح ما حطيت بهار. يلا بزير بزير، يلا رح تحرقينه، يعني حرحرت لك عيونك بالبصل. رد انتقام، رد انتقام. ناخذ اتصال جديد. الو، بونجورين، ينعاد عليكم، مبروك الديكور. تسلمي تسلمي، كلك ذوق عيوني وانت كمان، الله يخليك. بدي اسالك شيف، اذا الخميره بوعاء انفلوب مضغوط وخالص تاريخ من 21 بيسوى يستعمل؟ العلبه كانت مسكره؟ مضغوط مضغوط ومسكر. ايه فيك تستعمليها، بس اول شيء مشان جربي العملية. ألو، نعم نعم، حط اعملي كمية صغيرة عجينة على نص كيلو طحين. نعم. أنا بقول لك بتزبط، حطي معها من عجينة منقوشة، حطي معها ملعقة صغيرة ونص سكر. نعم. نص ملعقة ملح، حطي خميرة ملعقة صغيرة ونص، فركيهم مع بعضهم، حطي هذا نص فنجان قهوة زيت، فركيهم، حطي ماي، مي فاترة مش مي سخنة ولا مسقعة. نعم. وريحيها ساعة، إذا لقيتيها مش حالة بتفيك تستعمليها. اه طب وقد ايه يعني بعدها لازم اعملها دغري ولا بتخدمني قد ايه؟ هلا 10 سنين مش رح تخدمي، بتخدمك شهر. لا عم بتعشرها انه سنة بعد تخدم سنة. لا لا سنة لا،
اوكي ميرسي سيف. شهر شهر ونص ماكسيموم. اوكي ميرسي. وهي شرط انه تجربيها. رح جربها ميرسي. ايه واكيد الخميره كل شيء بنستعمله بالفرن بفوت على النار يتطهر. ايوه ميرسي عذبتك. هيدي تكرم عيونك. تكرم تكرم عيونك. بلش بالصوص. في النار وما بتحرق الايدين التنجرة. جنن استنس الدفار ونحطهم هون. هل بتطيب على البطاطا السوفلي؟ طبيعي. بتحسيها غير شكل صايرة. بالنهاية هي صوص الأكلة. ايه لا بس انتبهي الأكلة طيبة 50%. نعم. بس تعملي هاي الصوص صارت 100%. هلا انا بيطلع البخار من هون. خلي لي اياها. خلي لك اياها. شفتي مثل نخلة وحلة. الله يا شيف. على النار عندك نار خفيفة وتخليها سخنة. هلا فينا للصلصة إذا عنا ضمن أوتيل مطعم نضيف معها ملعقة طحين. فينا ننكهها أكثر نضيف معها جنحين ثلاثة دجاج. نعم. هي نكهها أكثر. بس جنحين ثلاثة دجاج قبل ما أطحنها. نعم. بدي أشيله. بدي أشيلهم يعني بسحبهم. طبعا ما ينطحن بعدين بسويها. مظبوط. والطحين فكرته انها تشدها. بتشدها. ايه. نعم. بس هلا كيف؟ ايه ما بحاجه. هلا البطاطا تقريبا استوت. بس قبل يعني نتوقف مع محطة اعلانية ومنتابع حلقتنا انا ونسرين عبر شاشة التلفزيون لبنان. ونتابع حلقتنا أنا وإمسرين يلي انضموا لنا. هلأ عم نساوي بطاطا سوفلي. بطاطا سوفلي أكل سهل كتير ولكن بيحبوها الكبار والصغار وطيب كتير مش نعم. بس سهل كتير. البطاطا كيلو نص بطاطا بينسلعوا على النار بقشرهم. بس تستوي البطاطا بتتقشر بتتبرد نص تبريدي ليه؟ نقدر نقشرها ولكن بدها تضل سخنة. نعم. نضيف عليها شرحة زبدة ملح بهار أبيض ندعكها مزبوط مع بعضها. نجيب الجاط اي نوع بدنا نقدم فيها البطاطا سوفليه على الميدي. بنمد طبقه بنقسم البطاطا قسمين طبقه من تحت بنرجع بنحط هالحشوه يلي عملتها ام سيرين. بصل ناعم مع شقفه زبده مع لوز مقطع او صنوبر. هي علميا بدها صنوبر. نعم. ولكن على غلا صنوبر عم نستعيد عنه باللوز. بعدين ملح وبهار ابيض فينا نضيف لها رشه بهار اسود ما بيأثر. اما الصوص لتطلع طيبة هي عم تضل عزبتنا. الصوص لتطلع طيبة عملناها بصل بالاول كمان مع شقفة زبدة. فينا نحط معها توم فينا ما نحط معها توم كل واحد حسب ما بده. قطعة كرات بتكون مفرومة ناعمة جزرتين صغار او وحدة كبيرة. بعدين رأسين بندورة حمر ملعقتين رب البندورة ملح بهار ابيض بينحط معه نص كباية ماي بيغلوا على النار حوالي 10 دقايق. بعدين بنطحنهم بالآلة الكهربائية وبيطلع عندي صلصة البطاطا سوفلي يلي هي طيبة. وبناخد اتصال جديد. ألو. ايه سعيد يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. أهلا وسهلا فيك. معك زكريا. زكريا؟ ايه نعم. أهلا وسهلا فيك يا زكريا. ايه بس بدي اسالك اول شيء كثير انت شاطر والله يعطيك العافيه. برنامج كثير حلو ومتابع من عنا كثير. تسلم كلك ذوق حبيبي. في اكلة حلو اسمها معجوقة. نعم؟ اكلة الحلو اسمها معجوقة. معجوقة بنخليها مش معجوقة. تكرم. ايه اذا بتجي عازبك فيها. يلا. وبدي اسالك شو انسب جبنة اذا ما توفرت الجبنة اللي بتشتغل؟ الو؟ نعم.
الو بالمعجوقة مش ضروري الجبنة تشتغل معنا. أي جبنة بيضة تقريبا ملحة خفيف أو محلية فينا نشتغل فيها. بس حلاوة الجبن بدها تكون نوعية الجبنة جبنة الشغيل شغيلة تشتغل معنا. طيب بس عجينة الفارك نعم للمعجوقة. عجينة الفارك نص كيلو بتحط عليه ملعقتين سمنة بتحركهم على النار لياخذوا شوي صغيرة لون، بتضيف عليهم ملعقتين كبار من زهر وفنجان قهوة موارد، بتشيلهم بتجيب صينية بتحط عليها طبقة نايلون بتحط نص الكمية تحتها، تعمل قشطة على النار مقلفة من نص لتر حليب، ملعقتين ونص طحين فرخة، ملعقتين ونص طحين ذرة نشا ذرة، زبدة شرحة، تخلطهم مع بعضهم بس يبلشوا يعقدوا، شوية مظاهر شوية موارد، بتجيبها القشطة بتحطها فوق منها هي وباردة مش هي سخنة، ترجع القسم الثاني من المعجوقة بتحطها فوق منها، بترش عليها شوية فستق حلبي، بتعمل قطر يلي هني كبايتين سكر ثلاث ارباع الكباية ماي بس مع شرحة حامض، بس يغلوا على النار بتضيف عليهم شوية مظاهر شوية موارد، بتحط بالصحن قد ما بدك، بتضيف عليهم قطر قد ما بتحب، ومنقول لك ألف صحتين وتكرم عيونك. كمان بناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجورين كيفك شيف؟ ماشي الحال. بدي تعمل معروف التلين اذا في فرز البول. بدي تعلي صوتك شوي مش عم بسمعك عيوني. البول المحشية جبنة وزعتر وزيتون، بدي اعملها في فرزها قبل ما اخبزها. فيك تفرزيها بتخبزيها بس خبزة كاملة اقل شوي. نعم. بتخليها تبرد. نعم. بتجيبي صينية. نعم. تفرشي عليها طبقة منهم هي وباردة. نعم. تحطي ورقة نايلون طبقة تاني. نعم. ورقة نايلون طبقة تالتة. نعم. حطيها بالفريزر ساعتين. نعم. طلعيهم حطيهم فوق بعضهم كل أكل مع بعضها وبيهدوا عندك 3-4 أشهر تكرم عيوني. ميرسي. بدك تشيليهم من الفريزر. نعم. دغري على صينية. نعم. وتفوتيهم على فرن شوي متوسط الحرارة لقوي. نعم. تكرمي. ميرسي. أهلا وسهلا فيك يا عيوني. باي. باي. أنا أخذهم. نعم. بردهم نص تبريدي. نعم. أنا شو نحرق إيدينا. يكفي حر حرنا. جهز لك الجات. نقي الجات بتحبيه. هنشتغل عليك. من بارد نص تبريدي خليهم شوي صغيري بالماء. ليه شوي صغيري؟ لأنه راس البطاطا من جوا عم يغلي غلي. أنا وقت اللي بحط الماء بتبرد القشرة. نعم. بس كب الماء وارجع شيلها بترجع بتسخن من بعدها. صحيح. بهالعملية أنا بدي خليها تبرد شوي صغيرة. نعم. مشان بس ما حروي لك إيديك. خلي لي أو إيه. حروي إيدي. خلي لي إيه. يلا. هلا أنا بنبردها شوي. ومناخد اتصال. الو الو بونجور. كيفك شيف؟ منيح. كيفك انت؟ الحمد لله. سؤال شيف. نعم. الفلافل مع حمص لازم نعملها ولا مع فول؟ انتبهي كيف فينا نعملها تكون بتقرقش، لانه بس اعملها عم تطلع هيك بيتي ابصركي بيتي لانك عم تطحنيها كتير، ما خاصة بين الفول والحمص. اه عفوا بس تطحنيها منيح على المكنة تطلع كأنها هيك ميتة نايمة. شكرا كتير شيف يعطيك ألف عافية. فيك تعمليها فول على الحل، فيك تعمليها حمص على الحل، فيك تعملي فول مع حمص على الحل،
والله رعد الاسبوع الجاي بدي اعمل لكم فلافل بالعدس. اوكي ناطرينك شيف. تكرمي. اهلا وسهلا فيك يا يوني. بالعدس؟ بالعدس ومشوية. حلو. يا مش هخليكي تحرقي حالك، يلا انا بسوين عنك. والكف برد شوي. طبعا. شايفين مع انه جيت فرجيتكم الميات فيهم؟ لاكل هبل كيف عم تطلع منها. قلبها بده يضل سخن. شو احلى نوعية بطاطا شيف؟ كل ارض لها شيء. كل بطاطا اول شيء كل ارض لها شيء. صح. وكل بطاطا بموسمها. نعم. اهم شيء البطاطا ما تفوت على البولاديت. اوقات بيلاقوا بيكون في بطاطا كتير طلعت بيلاقوا السعر مش عجبهم بيجوا بيفوتوها على البرادات. نعم. بيرجعوا بس تفوت على البراد انتزعت البطاطا. هلا هني عليهم ربحوا. نعم. بس نحن خسرنا يلي عم نقلي بطاطا. صح. ناخد اتصال جديد. الو الو بونجور كيفك؟ كيفك مدام؟ يعطيك العافيه. تستمع عيوني تستمع. صرت تعرف صوتي. سامع صوتك قبل عنا. ايه ناصر. ناصر مين؟ مدام ناصر. ايه يا اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ منيح الله يخليك يا رب. يعطيك الف عافيه انت والمساعدة اللي معك. تسلم عيوني. سؤالين ثلاثه ماشي الحال؟ ولك اربعه خمسه. نحن بنحبك كثير الله يخليك. تستمي. يا رب. بدي اسالك اول سؤال هيك شوي بسيط. لا. الدجاج بيتغسل ولا لا؟ بيقولوا لي لا. شنو هو؟ الدجاج. الدجاج بيتغسل بالمي والملح بس. ايه انا هيك بعمله. ممنوع الخل. ايه طب ما بحط خل ابدا انا. ايه برافو الله يخليك. بدي انت ست شطوره. مره طلبت البرياني والتشاينيز ما اعطيتني اياهم. ولو كيف ما اعطيتك اياهم؟ لا ما سمعتهم ابدا. اذا في مجال. ما جمعه الماضي مثل اليوم عملنا البرياني. صحيح. إيه انا وام سيرين. ما كنت اها شفتي كيف؟ إيه؟ يعني معناتها إيه بس انا طلبت منك قد ما بعزك. الله يخليك. مش بس شرحت لك اياها. إيه؟ حضرت لك اياها. آه. بس انت ساقبتي منك بالبيت. نحن بنريدك ونحن بنوثق فيك وانت كثير مرتب ونظيف. تستمي تستمي. الله يطول عمرك. تعطيني اياهم هلا. تكرمي. يلا ممنونتك انا بخاطر عيونك. كلك ذوق. تكرمي. انا بلشت احترق. بلشت بياخد عنك شيف. حنضل وحدي لا يصاخ. يلا حطي الزبده معهم وحطي له ملح وبهار. البرياني تتساوى بعده طرق بس هي كاساس بدها رز بسمتي. فينا نساوي البرياني على لحم او سمك او دجاج. اصولا وعلميا بدها زعفران. يلي مش متوفر زعفران يستعمل اما عصفر او بيستعمل الكركم. نعم. هلا للتلوين الرز لازم يكون ثلاث الوان. الزعفران هو بيعطيها هاللون بالاخص اذا سقطته تسقيط يعني من بعد ما اطبخ احشح لك اياها بس نرجع نوضح. اذا الطنجره انطبخت وصار فيها الرز بيجي لينبت الرز على الاخر بجيب انا الزعفران بدوبهم بعملهم زياح. برجع بجيب صبغه خضرا فيي للاكل كمان بدوبها بحط زيحان تاني بتركها تتخمر. في ناس بيحطوا لها مزهر وموارد في ناس ما بيحطوا ولا. وبعدين بتنحرك تطلع معي الارز ثلاث الوان. لحتى في ناس بيحطوا معها بيض مسلوق. نعم. يا هلا البرياني بتجيبي بصل جوانح بصلي كميه لخمسه اشخاص يعطيك اياها. بتضيفي فوق منه نحمي الفرن.
بتقلي البصلة، بتقلي فوق منها، بتحطي ورقة غار، حبة لومي، ثلاث أربع حبات هيل، ثلاث أربع حبات كبشة قرنفل، بتجيبي بندورة رصين بتقطعيهم شقف مربعات مثل بندورة التبولة أو أكتر شوي بزيادة أنا شايف. يلا رح البس كف، جيبي الجات اللي بدك إياه لنشتغل فيه. حطي معها قلنا اذا مطر زعفران، حطيت الرز بسمتي 300 جرام، بتكوني قلينا اما دجاج او لحم او سمك لواحد، وبنحط معهم ملح، بهار اسود حلو، قرفة ناعمة، شوية بابريكا، شوية كراوية، شوية كمون. نعم فيها كتير. بالبقلة. بالبقلة، حطي لي هالحشوة اعملي معروف. بدي لك اياهم هون شايف؟ نعم حطين حطين كلهم. غنية كله نزلية. مديهم بالملعقة وكبسيلي اياهم شوي من المعروف. مديهم هي على الكل. شو هالمسرين هالشطورة؟ خلي لي اياك. يلا. نعمل هيك. جيبي ملعقة تحطي الجبنة، بس برافو لنربح وقت طبعا. الماي بتصير تمد معي، وشفنا حطينا بقلب الزبدة والملح والبهار الأبيض، هي طبقتين بس بتنعمل شيء. ايه زيادة. يعني يا اما الجبنه يا اما بنحط طبقه كعك ناعم على الوش، يا هيك او هيك. بنقسمهم بشكل انه تطلع على الكل. نعم. هلا هيدي هيك طويله، نعملها بهالشكل. هلا يعني ما نظبطها ما فينا الا يدق الباب لجارها تقولي شو بك؟ الا عاوز شقة بطاطا مسلوقة كمان. نكملها لانه ما بتمشي بطاطا نية، عندها حرام بطاطا نية. ما بتمشي، بدنا دغري نخلص كل شيء على قد هيك. نكفي الطبخة. يلا حطي هون. نفوتها على الفرن. ونتوقف مع محطة علنية ومنتابع حلقتنا لما نشوف المقادير بطاطا سوفليه عبر شاشة التلفزيون لبنان.
بقى محطينها بالفرن. هلا نيبها تسكب الصوص امسرين، هاي الصوص الطيبة ما منحطها عليها، منحط بكاسة، وكل شخص قد ما بده، أو صوص يارا، كل شخص قد ما بده بحط منها. هاي الصوص كتير طيبة معه، كتير مش شوي. يا قدمين سرين. حلقتنا اليوم انتهت، اللي كان حاطين فيها بطاطا سوفلي. أنا بشكرك أم سرين على معاونتك على الطبق الطيب. أنا بتشكرك شيف. على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام. عطول احضرونا عبر شاشة تلفزيون لبنان. أنا وأم سرين لكم باي باي، وبشوفكم بحلقات جديدة.